هذا ووجهت مديرية صحة العقبة نداء إلى المواطنين في جميع أنحاء محافظة العقبة بضرورة الالتزام ببيوتهم وإغلاق النوافذ والأبواب منعا للتأثر بالغاز السام. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور جمال عبيدات مدير صحة العقبة. أهلا بك دكتور جمال. عفوا أريد أن أنتقل إلى ضيفي، سأعود لاحقا إلى دكتور جمال عبيدات مدير صحة العقبة. الآن أريد أن آتي إلى خبر آخر، حيث أشارت المعلومات إلى أن المادة المتسربة من هذا الانفجار هو غاز الكلوراين. ينضم إلينا عبر الهاتف الآن دكتور ماهر سليم المتخصص في الكيمياء الحيوية لمعرفة طبيعة هذا الغاز ومدى خطورته. دكتور ماهر أهلا بك، يعني ما هو غاز الكلوراين وما هي درجة خطورته؟ طبعا في البداية أنا يعني الرحمة والمغفرة لكل من فقدنا في هذا الحادث الأليم، وبتمنى الشفاء لكل المصابين لأنه هذا حدث كبير وهذا يعني موضوع مهم جدا. الغاز الكلورين هو خطر بدرجة أنه يعني ممكن يكون قاتل، واستخدم في يعني كسلاح في بعض في الحرب العالمية الأولى، لكن الحمد لله يعني ما هو ما توصل للعلم نقدر نحكي أنه أولا هذا غاز الكلور هو يعني غاز موجود في الطبيعة على شكل مواد، احنا بنحضره از زي غاز وبعدين بيصير يسيل إلى مادة سائلة حتى يتم نقله من مكان إلى مكان. الواضح أنه هذا الكونتينر اللي فيه السائل المسال الغاز انفجر وبالتالي بيطلع غاز، هذا الغاز لونه بيكون أصفر إلى أخضر. الكويس فيه أنه كثافته هي أكثر من كثافة الهواء، فبالتالي هو بيستقر في المناطق السفلية من القشرة الأرضية، وبالتالي في المكان المنفجر بيظل في منطقة منخفضة. طبعا هذا الغاز بقدر ما هو سام هو مفيد لأنه يستخدم في كثير من الصناعات، لكن إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية حددت نسبة التعرض له أنه هو ممكن يكون يعني ما في مشكلة إذا كان واحد بالمليون من جزء من المليون، لكن إذا تعرض الإنسان لمدة 8 ساعات لأكثر من 8 أجزاء ممكن يصير في عنده مشاكل في الرئة وفي العين وفي الرأس، صداع. إذا وصل إلى 15 بيكون في هناك يعني موضوع يعني أخطر. إذا تجاوزنا 430 جزء في المليون ففي هناك حالات وفاة مميتة، يعني بيقتل الإنسان في خلال 30 دقيقة أو أقل. طبعاً عند التعرض لمعدلات أكثر من 1000 جزء بيعمل على طول حالة وفاة سريعة. ليش بيصير الوفاة؟ لأنه هذا السائل أو هذا الغاز بيتفاعل مع المواد السائلة في الرئة وبالتالي بيحولها لحمض الكلوريك، وهذا الحمض حمض قوي بيهتك بأنسجة الرئة وبالتالي الإنسان يفقد حياته. الحمد لله زي ما تفضل الأستاذ فضل شبول قبل شوية حكى أنه اتجاه الرياح باتجاه البحر، نعم صحيح، فهذه بادرة طيبة لأنه إدارة هذا الغاز في عملية يعني إزالته هو توجيه الهواء عكس السكان، وبالتالي يجب أن نوجه الغازات كلها باتجاه البحر. طبعا العملية العلاج منه أولا يجب أن يكون في هناك للناس اللي بيدخلوا على المنطقة لازم يكونوا لابسين كمامات ويكون معهم أجهزة تنفس أكسجين، وأما المصابين على الفور لازم يخلعوا ملابسهم ويغسلوهم في الماء ويبعدوهم عن المنطقة أو يتجهوا إلى مناطق مرتفعة، لأنه هذا الغاز هو ثقيل وبالتالي ما بيرتفع للمستويات العليا يعني. نعم، وبالعادة سرعة الاستجابة مع العلاج كيف تصفونها؟ يعتمد على درجة التعرض، يعني أنا يمكن شرحت أنه إذا تعرض إلى جزيئات في المليون من المليون من المادة فبيصير في هناك نوع من الخلل في النظر، الخلل في التنفس، السعال، الصداع، لكن إذا تعرض إلى أجزاء أكثر فممكن يكون في هناك حالة يعني جدية. أنا بعتقد أنه أول شيء للموجودين هناك أنهم يبتعدوا عن المنطقة وأنهم يغسلوا على طول، يتحموا ويتخلوا عن ملابسهم،
لازم يتخلوا عن ملابسهم، ما يضل ملابسهم، حتى الملابس يجب أن توضع في مكان آمن ومغطى بمواد بلاستيكية بحيث أنه ما ينتشر الغاز في مناطق أخرى. نعم. فالقضية قضية ممكن تكون سهلة، ونتمنى أن تكون سهلة وإن شاء الله تعدي على خير، إن شاء الله. ونتمنى للجميع السلامة، ونتمنى للجميع يعني الله يستر المواطنين ويستر البلد. نتمنى الشفاء للمصابين. دكتور ماهر سليم. نعم دكتور ماهر سليم المتخصص في الكيمياء الحيوية، شكرا جزيلا لك.